أهلا بكم من جديد. يسعى آلاف المرشحين من الأحزاب الهندية إلى جذب انتباه قرابة مليار ناخب يحق لهم التصويت من خلال خطب سياسية واجتماعات حاشدة وحملات انتخابية. تقول بلومبرغ إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي زاد من حدة المنافسة من خلال إثارة غضب المعارضة على أمل الفوز بولاية ثالثة على التوالي، فيما يحاول زعيم المعارضة بالتحالف مع أكثر من 20 حزبا إيقاف قوة مودي الهائلة. تحدث الانتخابات في الهند وتتابع دول العالم ودول الشرق الأوسط على وجه الخصوص نتائجها، خاصة وأن الهند باتت تلعب دورا محوريا في مجالات الاقتصاد وتسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية. بدأت الهند انتخاباتها البرلمانية في 19 من أبريل بتحضيرات ضخمة لا مثيل لها. مليار شخص يحق لهم التصويت يقبلون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق، وذلك لاختيار 545 فردا لعضوية البرلمان الهندي. السلطات الهندية تجري هذه الانتخابات على 7 مراحل لمدة شهرين بهدف إعطاء القوات الفيدرالية فرصة لنشر قواتها في كل الأقاليم والمناطق لتأمين هذا الحدث. ويدلي الناخبون في الهند بأصواتهم في حوالي 5,500,000 جهاز تصويت إلكتروني في قرابة 1,000,000 مركز اقتراع تتوزع في محافظات وأقاليم البلاد، بما في تلك المغطاة بالثلوج وعلى قمم الجبال الشاهقة. يقود خريطة الأحزاب السياسية في البلاد حزب رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي المسمى بهاراتيا جناتا، حيث يجمع الحزب ائتلافا يضم أكثر من 30 حزبا لهم أهم وأقوى الحضور السياسي في الهند. في مقابل ذلك يقود حزب المؤتمر المعارض لمودي تحالفا مضادا يضم نحو 20 حزبا في صفوفه ويعول على كسب نتيجة هذه الانتخابات. ووفق مفوضية الانتخابات في الهند، وصل أنفاق الأحزاب السياسية والمرشحين على الحملات الانتخابية الراهنة أكثر من 14 مليار دولار. ويتطلع الحزب الحاكم بقيادة مودي إلى الفوز بنحو 400 مقعد في البرلمان عبر التحالف القوي الذي يقوده في هذه الدورة الانتخابية. أما مودي فيتطلع لولاية ثالثة لمدة 5 سنوات أخرى، وإذا فاز فيها سيكون ثالث أطول رئيس وزراء خدم في تاريخ الهند. عبر تطبيق زوم من نيودلهي ينضم إلينا الدكتور جول ريس، شيخ الأكاديمي والخبير في شؤون الجيوسياسية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في دائرة الشرق. ما فرص حزب ناريندرا مودي في الفوز مجددا، وعلى ماذا يعتمد مودي في هذه الانتخابات؟ مساء الخير. بالنسبة لفرص السيد مودي بالفوز ومع حزبه فإن فرصه مرتفعة، لأننا إذا ما نظرنا في شعبيته فهي كبيرة جدا، وهو متقدم بفارق كبير لجهة الشعبية على الأحزاب المعارضة. وإذا ما نظرنا في استفتاءات الرأي المختلفة من الجهات المختلفة من اليمين أو اليسار أو الوسط، كلها تتوقع أن مودي مرة جديدة سوف يكون رئيس وزراء الهند بهامش مريح وسوف يفوز. والحزب يعتمد على كاريزما مودي، وهو شخصية محبوبة. نعم. وهذا ينعكس في معظم نتائج استفتاءات الرأي. حال عودة مودي إلى رئاسة الوزراء دكتور، ما الذي ينتظر العلاقات الهندية الخليجية سيما على صعيد التعاون التجاري؟ يعني ليس فقط الخليجية، منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولكن تحديدا الخليجية، لأننا نعلم أن يعني العلاقات الهندية الخليجية تطورت كثيرا في السنوات القليلة الماضية. نعم، مع رئيس الوزراء مودي فإن العلاقات الهندية مع دول عربية ودول الخليج تحديدا نمت كثيرا وتنوعت وعكست الأولويات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الهندية. وهذه العلاقات هي على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي والثقافي والدفاعي،
أعتقد أن هذه العلاقات سوف تستمر تحت ولاية ثالثة للسيد مودي. ويجب ألا ننسى أن منطقة الخليج أساسية بالنسبة لأمن الطاقة في الهند، وأعتقد أن في ولاية ثالثة سوف يكون هناك المزيد من الاتفاقات توقع مع دول مثل السعودية والإمارات وقطر، وسوف يتم تعزيز وتقوية هذه العلاقات مع تعزيز العلاقات الثنائية القائمة منذ عقود لتتحول إلى شراكة أشمل في مجال الطاقة، بما في ذلك استثمارات في الاحتياطي الهندي في الطاقة وقطاعات استراتيجية. وأعتقد أن سوف يكون هناك المزيد من التعاون في مجال الدفاع. نعم، وقد يكون هناك تعزيز للتعاون الاستراتيجي والدفاعي بين الهند وعدد من دول الخليج وتوقيع عدد من الاتفاقات، والكثير يعتمد أساسا على الولايات المتحدة وتواجدها النوعي والكمي في المنطقة، خاصة إذا ما أعيد انتخاب ترامب رئيسا، ويعتمد ذلك أيضا على العلاقات بين الهند والصين وكيف تتبلور. وكلما تراجع التواجد الأمريكي في المنطقة كلما كان هناك تعاون أكثر بين الهند ودول الخليج. وهنا أسألك، نعلم دكتور أن الهند تحاول أن تحجز لها مكانا بين اللاعبين الكبار في العالم، ليس اقتصاديا فقط إنما استراتيجيا سياسيا إذا صح الوصف. ما أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لمودي تحديدا أجل تحقيق هذا الهدف؟ مودي منذ اليوم الأول اعتمد سياسة حسن الجوار، رغم أن كان هناك تحديات خاصة من الصين والخلافات مع باكستان، ولكن إذا ما نظرنا في منطقة الخليج فإن حكومة مودي تعتبر هذه المنطقة منطقة جارة وتطبق معها سياسة حسن الجوار، وقد استثمر الكثير من الوقت لتعزيز العلاقات مع دول الخليج. وبالنسبة للشراكة الاستراتيجية فإن الهند سوف تستمر بتعزيز هذه الشراكات مع قوى أساسية في العالم، بما في ذلك روسيا واليابان والولايات المتحدة، وأيضا مع دول مثل الإمارات والسعودية. وبدأنا نرى أن الهند لديها تمارين مشتركة مع دول مثل الإمارات وعمان والسعودية وأيضا إيران، وهذا سوف يزداد. أشكرك جزيل الشكر. نعم، شكرا لك دكتور على كل هذه التفاصيل. دكتور غوريس شيخ الأكاديمي والخبير في شؤون الجيوسياسية يطول الحديث، لكن أشكرك جزيل الشكر. كيف جاءت نتائج المشاركة بأرائكم في التصويت؟